السلام عليكم. ذكر الحصري القيرواني في كتابه زهر الآداب أن ملكا قد بلغ قدرا لم يبلغه أحد من ملوك زمانه، فقيل له: ما الذي بلغ بك هذه المنزلة؟ فذكر أمورا من صفاته، منها قال: وإبقائي في الحب والبغض موضعا لمكان الاستبدال. وش المعنى؟ المعنى أنه لم يكن يبالغ ويفرط في الحب والبغض. وقبل ما قالت هذا الملك، ورد حديث عند الترمذي مختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على علي، قال فيه: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. المعنى أنك لا تبالغ ولا تفرط في الحب والبغض. الاعتدال والقصد في الحب والبغض يورث الطمأنينة في النفس ويقطع دابر الشيطان. بقول لكم سالفة ثانية. السالفة لي أنا مع شخص من أهل الفضل، قد يعني حدثت بيننا خصومة، واستطال عفو الله عنه وعني بالكلام علي، فصارت عنده حادثة وفاة لقريب، فنفسي تقدمني أروح له المقبرة وعزيه، والشيطان يردني. وقلت: ما قالوا البدو، يقولون البدو من أول الطيب خير من الرداء، الطيب دائما، والرجاء ثواب الأجر عند الله سبحانه مو عند الناس. المهم بعد زيارتي وإني كسرت حظ الشيطان من نفسي، والله إن بغضها السابق انتقل إلى محبة وتقدير. الفكرة أننا لا نبالغ في خصوماتنا ولا نبالغ في بغضنا، فلعل يأتي من الأيام ما يجمع القلوب ويدحر الشيطان. سلامتكم.